بكل الخير والرضا، دوما بيتجدد اللقاء مع حضراتكم. الحقيقة ان موضوع دوائر الامن القومي المصري موضوع مهم، حتى لو بدا كده جمل كبيرة، لكن الادوات اللي بيتم استخدامها واللي بيتم تطويرها من وقت للتاني بتكون ادوات بسيطة جدا، وادوات ربما لا تخطر على بال حد. كتير كنا بنشاور مع حضراتكم على استخدام الشائعات مثلا، او المبالغة، او تجزئة الخبر، واحيانا الخروج بره مضمون الخبر. وعلشان كده ممكن تبقى حاجات صغيرة بس ما تلفتش نظرنا. الاخطر فيها هو انه هيعتمد بعد ما احنا يعني يبقى عملنا علاقة كويسة قوي مع المصادر اللي بتقول هذا الكلام، فبقى بالنسبة لنا امر مصدق، فده يبدأ التحول يبان. علشان كده بتمنى على حضراتكم من فضلكم، لا في موقع على السوشيال ميديا ولا جورنان ولا إعلامي أو إعلامية بما فيهم أنا، ما ينفعش يعني أي حاجة تقولها أماني تبقى حاجة كويسة، ما ينفعش. إحنا معانا بوصلة ومسطرة وهنحط عليها أي حاجة، لأن في كل اللي جاي كل المصادر بتاعتنا دي ممكن فجأة نكتشف حاجات تخلينا نبقى مذهولين. بس من وقت ما هنتعامل مع الخبر لوقت اكتشاف المضمون الحقيقي هتبقى خدنا وقت، وده اللي احنا بنعيشه مع العمليات الإرهابية لو انتوا فاكرين. لان طول الوقت كنت بقول مع حضراتكم ايه، احنا بنقع في فخ الشعور العميق بالحزن، فنستقبل اي اشياء مغلوطة، وعبال ما بنفوق ونعرف الحقيقي بنبقى ضيعنا مش وقت، ضيعنا جزء من حق بلدنا وحق أولادنا، وحطينا حاجات كتير مفخخة في الطريق. علشان كده عايزة أقول لكم وهحكي لكم الخبرة بتاعتي علشان اللي يقدر يستفيد منها إذا كانت مفيدة يعمل ده. الحقيقة هو أنا بذاكر وبطالع الصحافة والمواقع وكل الحاجات، احيانا بتحط في نفس السؤال اللي بقوله لحضراتكم. يعني على سبيل المثال وانا بقرا في جريده المصري اليوم في يعني عدد يوم السبت، لقيت مكتوب كده بالظبط: الجيش الثالث الميداني يحبط تهريب شاحنتين محملتين بانابيب غاز سام الى سيناء. بمجرد ما قريت ان الخبر ده عن الجيش الثالث الميداني، كان بالنسبة لي الموضوع انا محتاجة اتأكد من حاجة. ليه الان الحديث عن يعني غاز سام؟ وهل فكرة الغاز السام دي حاجة بسيطة كده ممكن بسهولة يتم يعني تصديرها؟ ولو كان اكيد هلاقيها على صفحة المتحدث العسكري، لانه اي امر متعلق بالجيش طبيعي هرجع فيه مباشرة للمتحدث العسكري قبل ما أتشكك وقبل أي حاجة، لأن أنا بتعامل مع المصري اليوم إن دي جريدة عندها متابعين. طيب رحت أدور على العقيد تامر الرفاعي وأشوف المتحدث العسكري قال إيه، لقيت الحقيقة إنه نشر بيانين في كل الوقت اللي فات ده، اليومين اللي فاتوا. أول واحد منهم كان بيتكلم على قوات انفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني اللي تمكنت من تنفيذ عدد من الكمائن غير المدبرة بوسط سيناء، أصفرت عن ضبط فرد مشتبه به في دعم العناصر التكفيرية. يبقى دي أول حاجة. أصفرت عن عربة ربع نقل مخبأ فيها كمية كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة. أصفرت عن ضبط 5 من الأفراد اللي كانوا بيقوموا بعملية المراقبة لتحركات القوات. ده أول بيان شفته على صفحة المتحدث، مفيش فيه كلمة غازات سامة. رجعت تاني أقول طيب يمكن في اللي قبله، لأنه مش معقول يتم التعامل مع البيانات بتاعة القوات المسلحة بهذه الصيغة ولا بهذا الاستخفاف. وبيانات المتحدث العسكري وكل أمر يتعلق بالقوات المسلحة زي ما هو معمول به في أي حتة من دول العالم. قررت أدور على الخبر الثاني أو البيان الثاني. طيب
لقيت مكتوب فيه الآتي: ما يتعلق بقوات حرس الحدود. وقال كده: كثفت دورياتها اللي هي قوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية لقطع خطوط التهريب وإحباط مخططات الخارجين على القانون في منطقتي بحر الرمال الأعظم وعين دلة جنوب منفذ السلوم. وتم ضبط، وهنا ده اللي يهمنا، 14 سيارة دفع رباعي بدون لوحات معدنية، محمل عليها 600 كرتونة تضم 30,000 قاروصة سجاير، يعني الخرطوشة بتاعت السجاير، مسرطنة بأنواع مختلفة. تم ضبط 155 كرتونة تبغ و2 مليون قرص مخدر. وتم إلقاء القبض على 20 فرد مصري الجنسية. وهنا رجع تاني السؤال يقفز إلى ذهني: فين فكرة المواد السامة؟ وإزاي ده يكون عنوان؟ وإزاي جريدة بقامة المصري اليوم تعنونه بهذا الشكل؟ فبصراحة أنا حبيت أقول المسألة لحضراتكم، لأن في اللي جاي زي ما قلنا إحنا الضابط، لأنه لحد دلوقتي اللجان اللي منوط بيها تنظيم العمل الإعلامي في مصر لم يصدر بها قانون، ولم يخرج هذا القانون للوائح تنفيذية، ومن الواضح ان لسه الناس دي بتجهز شغلها، لأنه كل اللي انتوا بتقروه في الصحافة مفيش اي شيء ينظمه. وهنا هيبقى السؤال: طيب لحد ما القوانين تصدر واللوائح التنفيذية للقوانين توضع وبالتالي يكون هناك صيغة للعمل، ماذا عن البرلمان اللي طول الوقت احنا بنتساءل للدكتور عبد العال وللجنة الامن القومي، هل تترك المسألة بهذا الشكل؟ علشان كده خلوني اطرح المسألة على سيادة اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والامن القومي في البرلمان. يعني من واقع الحقيقة وجود حضرتك في البرلمان كوكيل للجنة الدفاع، حضرتك بتشوف المسألة دي ازاي؟ حديث عن بعنوان في جريدة لها قراءها وبتوزع بيتكلم على مواد سامة، واحنا بنشتغل على السياحة وبنعمل منتدى للشباب وبنأمل في استقرار، وبنقول طول الوقت يعني يجب أن نتعامل مع أمننا القومي بعدم استخفاف، وعلى الجانب الآخر في مطالبات للتعامل مع المؤسسة العسكرية والأمنية وفقا للبيانات الرسمية بتاعتها. في رأي حضرتك ايه اللي قدامنا ده؟ تمام حضرتك، تحياتي اولا لحضرتك والمشاهدين الكرام. واللي حصل ده يعتبر نوع يعني سقطة اعلامية او نوع من انواع التسرع او عدم الدقة في تلقي الخبر وتأكيده قبل نشره، لان هو يعني بالفعل موضوع يعني لم يعني يتم من قبل تغطية مثل هذا الوقائع في مصر، يعني هو موضوع دخيل علينا وليه توابع ومردود سلبي قد لا يدركه الصحفي اللي هو أحضر هذا البيان. وانا اعتقد ان يعني دي نوع من انواع الخطا الاعلامي، والمفروض فعلا زي ما حضرتك بتقول يبقى في تشريع يقنن العمل الاعلامي ومساق يعني يحدد ميثاق العمل الاعلامي، وده انتوا برضو يكون ليكوا دور في. طيب خليني اقول لحضرتك يا سياده اللواء، وانا معنيه فعلا بوضع حضرتك في البرلمان كوكيل للجنه الدفاع والامن القومي، احنا حاولنا نتواصل مع المصري اليوم ورئيس تحرير المصري اليوم الاستاذ محمد السيد صالح، رفض التعليق وقال انه ما نشر في المصري اليوم هو يعني خبر صحيح، والخبر منشور يوم السبت وكتبته أمل عباس. الحقيقة ده كان حقه، وأنا بس هنا عندي كمان سؤال للأستاذ محمد لأنه رفض يدخل. أمل مش هي المحرر العسكري، طيب هل هي كمان زي رويتر عندها مصادر يعني جوه الأجهزة بتديها معلومة غير اللي الأجهزة بتقولها بشكل رسمي؟ وعلشان كده هرجع مرة تانية لوكيل لجنة الدفاع وهسأل،
لحد ما يعني اللجان تطلع قوانين ولوائح تنظيمية، هل هنبقى أسيري حرية كل حد بيطلع يكلمنا؟ وده كان مشهد حاضر جدا في حادثة الواحات، كل الناس ادت لنفسها الحق انها تكتب على السوشيال ميديا تتكلم عن تفاصيل في العملية، ما نعرفش هم جابوا معلوماتها منين، وزي ما حضرتك شاهدت كل هذا الأمر، حضرتك شايف أنه على الأقل لحد ما يصدر تشريع بهذا الخصوص، هل هناك من دور للجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان؟ يعني لازم البرلمان هو اللي يصيغ هذه المسألة؟ طبعا البرلمان هو المعني بالتشريعات، السلطة التشريعية هو البرلمان، وإنما هناك التواصل مع أجهزة الإعلام المختلفة ووزارة الثقافة والمعنيين بتغطية مثل هذه الأحداث بتوخي الدقة وعدم التسرع في نشر أي معلومات إلا بعد تأكيدها ومن أن يكون مصدرها مصادر رسمية مسؤولة، إنما استقاء الأخبار أو التخمين أو عدم التأكد من صحة الخبر ونشره ده أمر. طب يا فندم، أحيانا بعض النواب نفسهم بيتبرعوا على صفحاتهم سواء على تويتر أو فيسبوك، وبنشوف كمان تحليلات تتعلق بالمؤسسة العسكرية أو بالمؤسسة الأمنية. تمام حضرتك. فالمسألة تمام. مش الإعلام بس، وهنا في كمان يعني نواب في البرلمان. والله هو طبعا ده يعني مسلك مش دقيق وغير مرحب به، وانه لابد ان يكون هناك مسؤوليه في التحدث في مثل هذه الامور، لان ليها مردود قد يثير البلبله او يثير الراي العام او يجعل الدوله كلها امام العالم في طيب. موقف لا تحسد عليه. طب انا بشكر حضرتك وبتمنى انه الامر يثار مع الدكتور عبد العال، لانه اللحظه فيما يبدو من كل النوافذ الغير متوقعه ربما يتم يعني زي ما حضرتك وصفت بالظبط اثاره الراي العام، يعني نشر درجة ما من البلبلة. بشكر سيادة اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، والحقيقة أنا هنا كنت معنية بإيه؟ بدوائر الأمن القومي المصري، علشان كده عايزة أفكر حضراتكم بحاجة، أن ليه لفت نظري الخبر لما نتكلم عن غازات سامة؟ أفتكر كلنا بشكل أو بآخر فاكرين الجمرة الخبيثة، وفاكرين ازاي تم استخدام هذه الآلية في أمريكا ومحاولة إلصاقها بمصادر مجهولة، وإن في خطابات بتصل لشخصيات مهمة تكون ملوثة بالجمرة الخبيثة، وازاي المسألة دي تم اللعب بيها طول الوقت. أعتقد إن الأمر ده لو استحضرتوه معايا ويعني قدرتوا تفتكروه هتبقوا قادرين تعرفوا ليه لفت انتباهي فكرة الغازات السامة، والغازات السامة دلوقتي بالكميات دي المقصود بيها ان ما تبقاش بقى بس حتت في مصر هي اللي مش آمنة، ده احنا عايزين نتكلم على لخبطة اجتماعية، عايزين نتكلم ان ده ممكن يخلي كل حاجة في مصر مش طبيعية. لما يطلع العنوان بالشكل ده ويلصق بالمؤسسة العسكرية يبقى المسألة ايه؟ مضمونها هنا ايه؟ بيوديني فين؟ طيب هرجع للعنوان الأهم، دوائر الأمن القومي المصري اللي من الواضح مع قوتكم وقدرتكم على تفشيل كل اللي بيحصل بيدخلولنا من كل المداخل الصغيرة واللي ما تجيش على بالنا، علشان ممكن الناس تتعامل مع الخبر ده عادي جدا وتقبله كده عادي، وممكن تعمله شير، وممكن نلاقي الغرب بيعتمد على خبر زي ده فإن مصر دخلها غازات سامة، وممكن فجأة بقدرة قادر الدنيا يحصل فيها حاجات كتير ولاقي كلام كبير جدا ومش هقدر أقول فيه أكتر من كلمة سر اسمها خان شيخون. أرجوكوا ركزوا. طيب